يا حظكم عندكم أمهات، يا حظكم عندكم أمهات، يا حظكم عندكم آباء، يا حظكم ما زال عندكم أحد تداركون. أنا شب أسوي؟ ما عندي اللي أدعي ثم أدعي ثم أدعي وأدعي، لكن لا تفوتون هالرحمة، لا تفوتون هالنعمة. ترى والله إذا دخلتوا عند أمكم افرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت وافرحت ثم افرحت، ولا هو بضارة شيء. وعند زوجك تبي تغلين، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تخافين ترتفعين عند زوجك، وانت تبي ترتفع عند زوجك وبيصلح الله عيالك. لا تناقشون أبوكم، خله مخطي هو أبخص. اسمع منا وقل تم. لا تجادلون أمكم، لأن في الفقه من المجادلة الوالدين عقوق. مو بلازم تفهم، مش لازم أنا أفهم أمي عمرها 95 بعقليتي أنا. تبي هالموية تشربها تشربها من هنا، رضت تشربها بكاس نعمة، ما مشيها على كلامي وعلى رايي. أنا عبد عندها تمشيني هي وجزمتها فوق راسي. فرحتي والعطية يفدى.